هنكمل الموضوع. لو انا عندي شير وول وقع في المستوى اكس واي والاحمال وقع في اكس، فالمساله نمره واحد، المساله في المستوى اكس واي والاحمال في نفس مستوى المساله، والديفورمد شيب سيظل فين بقى؟ في نفس المستوى، مع انه شكله ايه؟ شكله منحني. فالمساله دي على طول بالنسبه لي ممبرين. تفرق ايه بقى لو واحد جه قال لا انا هحل المساله كده وهاخد سيكشن في المساله وهعتبر السيكشن ده كده وهحط الحمل برضو كده، اختلف الوضع، دي مساله مختلفه بقى. هنا ايه لو انا تخيلت بقى في الوضع ده ان ده كده كان المساله، انا رسمت سطح دوتد اللي هو كان السطح الاصلي اللي واقع فيه مين؟ اللاين، وقمت مقصر بالحمل كده، صح؟ هيحصل ايه؟ هيجي كده خرج عن الايه؟ خرج عن المستوى، فحصل هنا ايه بقى؟ يبقى ده بند. انما المساله ديت نفس الفريم يشتغل من برين امتى؟ يبقى من برين امتى؟ لو الفرصه كده ماشيه فين؟ في جسم المساله. والديفورمد شيب يظل فين؟ يعني ده لو قصر او طول، ده بالنسبه لي اكستنشنال فورسز، تعمل اكستنشن او كونتراكشن، هيقصر او يطول بس هيظل في نفس الايه؟ في نفس على نفس اللاين، مش هيخرج براه، صح؟ فبس هو يمكن اللي كان مضايقنا شويه او عامل لنا مشكله ان الشكل بيعمل كده، فانا متعود الحاجه اللي بتعمل كده ان هي ايه؟ ان هي بيندنج. واضح الفرق دلوقتي؟ ماشي؟ طيب في جزء برضو يمكن المره اللي فاتت قلنا صح وبعدين رجعنا يعني عكسنا، ولكن هنصلح بس الخطأ اللي احنا وقعنا فيه. لو انا عندي لاين element، انا قلت الاتابس في لاين وفي اريا، فده بيم، ده عباره عن ايه؟ عن بيم. فطبعا انا لما باجي امثل البيم بمثلها بلاين، بس باخد انه لاين، التوب ولا البوتوم ولا السنتر؟ باخد السنتر، فبمثل الكاميرا بلاين. واحنا طول عمرنا بنعمل كده، انا لما باجي احل اي مساله برسم السمبل بيم خط وبحل على الخط، لكن هي في الحقيقه مش خط. لو انت خط سيكشن تلاقي لها بعدين بي وتي، لها بعد بي وبعد تي. فانا اخذت السنتر لاين وبقول ده اي وده جي، او ده الستارت وده الاند. فانا عندي المحاور نوعين، لوكال وجلوبال. جلوبال ده للمساله، يعني للمنشا كله على بعضيه، وهتلاقي في الاتابس اكس واي وزد راسي، خلاص هم اختاروا كده اكس واي وزد راسي، ده في الاتابس. ممكن برامج تانية تغير،
لكن في بقى محاور لوكال. لوكال لمين؟ للإلمنت نفسه. كل إلمنت على حدة مع نفسه، حاجة تخصه. فبالنسبة للمحاور اللوكال بالنسبة لللاين، بناخد محور واحد، أنا أقول إكس وواي وزد، أو واحد واثنين وثلاثة، فهنشتغل على واحد واثنين وثلاثة. محور واحد بيكون هو المحور اللي ماشي مع طول العنصر، اللي ماشي مع الطول بتاع العنصر، اللي هو من الستارت اتجاهه ناحية الإند، عشان بيهمني برضو الإيه؟ الدايركشن، بيهمني الإيه؟ الاتجاه. فده محور واحد. محور اتنين هيبقى رأسه، هنبقى بعدين نتكلم في التفاصيل دي بعد كده. محور اتنين رأسي، يبقى المحور التالت فين؟ اللي هو عمودي على الايه؟ يعني لو انا رسمت الخط يبقى ده محور اكس اللي هو واحد، وده محور اتنين، ومحور تلاتة اللي هو الايه؟ العمودي. يبقى لو انا رسمت القطاع، لو انا رسمت القطاع فين محور اكس وفين واي، او واحد واثنين وثلاثة؟ واحد اللي هو النقطة، لانك بتبص كده فهو العمودي. فين واحد؟ فين اتنين قصدي؟ يبقى ده اتنين. وفين تلاتة؟ يبقى ده تلاتة. خلاص كده؟ دي المحاور بتاعت الايه؟ اللاين إليمنت بتاع الفريم إليمنت. طب لو هو بقى رأسي عمود، يعني هتلف الايه؟ العمود، وتلف المحاور ايه؟ يبقى واحد رأسي صح؟ واثنين وثلاثة مع الايه؟ مع القطاع. تعالى بقى نشوف البرنامج عاوز يفهم مني لو ده ثلاثة وده اثنين. ففي حاجة عندي اسمها الاكسس اوف بيندنج. فين المحور اللي انا بلف حواليه عشان اعمل مومنت؟ انا اصلا عندي كم محور؟ ثلاثة. ده عندي كم مومنت؟ ثلاثة. طب المومنت اللي بيلف حوالين واحد ده عبارة عن ايه؟ تورشن. طب ده مش خلاص هنهمله، يبقى عندي كم مومنت باقيين؟ اتنين صح؟ يبقى في مومنت هيبقى ام اتنين، وفي مومنت اسمه ام ايه؟ ام تلاتة. وعندي انيرشيا هتبقى اتنين اتنين، وانيرشيا ده لو سميت ده اتنين اتنين وده تلاتة تلاتة صح؟ طيب الانيرشيا اللي حوالين محور اتنين، لو قلنا ده بي وده تي، تقدر تحسب الانيرشيا حوالين اتنين اتنين؟ تساوي كام؟ كام؟ التي في البيتا كيب على كام؟ على 12. طب تقدر تحسب الانيرشيا 3 3؟ يبقى البي في التي تكعيب على كام؟ على 12. طب فين المومنت ام 2 بيلف حوالين مين؟ فين الاكسس اوف بيندنج بتاعه؟ فين المحور اللي ام 2 بيلف حواليه؟ محور 2 صح ولا ايه؟ مش هو اسمه ام 2 يعني بيلف حوالين مين؟ حوالين 2. يبقى ياخد انرشيا، يبقى ياخد الانيرشيا بتاعت 2 2 صح؟ طب لو انا عاوز ارسمه، ارسمه فين؟ اتجاهه المومنت دوت، يبقى كده صح؟ مظبوط. طيب الام 3 3 هياخد مين؟ ويبقى اتجاهه فين؟ يبقى اتجاهه كده. هم عملوا ايه بقى في الايتابس عشان حته البي والتي؟ ما هو البرنامج عاوز يعرف فين البي وفين التي. فقام عمل ايه البرنامج؟ قال لو ده المحور رقم اتنين وده المحور رقم تلاتة، فقال البعد العمودي ده هيبقى ايه؟ سماه تي تلاتة، وسمى ده تي اتنين، تي 3 وتي ايه؟ وتي 2. خد العمودي، البعد الايه؟ العمودي.
يعني البعد اللي عمودي على 3 البرنامج سماه تي 3، والبعد اللي عمودي على 2 البرنامج سماه ايه؟ تي 2. فالبرنامج هيسالك عن تي 3 وعن تي ايه؟ عن تي 2. فانت من واقع المحاور تقدر تعرف مين الكبير ومين الصغير، او مين التي 2 ومين الايه ومين التي 3. فلو تفتكروا من المره اللي فاتت واحنا بندخل، قال لي الدبس وبين قوسين كتب ايه؟ تي 3. وقال لي الويتس وبين قوسين كتب كام؟ تي 2. لان فعلا لو المحاور ماشيه 2 و3 يبقى الراسي ايا كان قيمته هو الدبس، والافقي ايا كانت قيمته هو الويتس. لو انت ماشي مع مين؟ مع المحاور. واضح ان احنا كنا يمكن شرحناها في الاول صح، ورجعنا غيرنا حطينا 2 مكان 3، لا هو ده الايه ده الصح كده. بقى نرجع بقى نرجع للايتابس تاني، نرجع دي المساله مش كده، دي نفس المساله. هنرجع بقى للايتابس ونروح للديفاين. كان اخر حاجه عملناها اللي هي الاستاتيك ايه، الاستاتيك لود كيسز. فاحنا دخلنا 2 لود كيس، الاولانيه ديد او اديناها الرمز دي، وخدنا من التايب لان التايب جواه انواع كتيره، فتحنا فخدنا كلمه ديد، وبعدين غيرنا الرمز سميناه ال، وبعدين اخترنا من التايب لايف. طيب ما انا ممكن اجي فوق كده واكتب مثلا دبليو اكس، مكتوبش ليه؟ هنقول اد نيو، نرجع تاني ديفاين، او في مشكله بعدين نبقى نشوفها. طيب هو كان المفروض ان انا اقف على الحرف واغير واعمل اد نيو فيقوم يغير، لكن واضح ان في مشكله، فاحنا هنعدي دلوقتي ونكمل. المهم ان انا عندي عشان قلنا احنا لسه في البدايه، فهناخد الديد واللايف بس، يعني نحل المساله للاخر على ايه الديد واللايف. فانا عندي دي اللي هي ديد، وال اللي هي لايف، وجيت مع الديد خدت السيلف ويت مالتي بلاير بكام؟ 1. ده معناه ان البرنامج هيحسب الوزن ويحطه مع حاله مين؟ مع حاله الديد. كل الاوزان هتتحسب وتدخل مع مين؟ مع الديد. طيب نروح تاني للديفاين. ايه باقي في الديفاين؟ انا وصلت لغايه هنا ستاتيك لود كيسز. طيب انا عندي بعد كده ايه؟ طيب احنا ممكن ناجل الكلام ده، وممكن يعني ناجله وبعدين نبقى نعمله في الاخر. نرجع للملف نشوف احنا وصلنا فين. احنا دلوقتي يعني المفروض نبدا نرسم المساله. هنأجل موضوع اللود كومبينيشنز ونبدا نرسم الايه، نخش على القائمه اللي بعد ديفاين اللي هي ايه درو. القائمه درو، القائمه درو. طبعا انا عاوز ارسم ايه؟ هبدا الاول ارسم البلاطات. هرسم الايه البلاطات كلها. طب ما انا عندي كام بلاطه؟ عندي 15 ايه 15 بلاطه. ولو تفتكروا من المره اللي فاتت لما احنا عملنا اللي هو الماستر، كنا اخذنا الدور رقم 15 هو الايه؟ هو الماستر، وبقيه الادوار ايه؟ شكله. فاحنا دلوقتي لو نفذنا حاجه في ال 15 هتتنفذ فين؟ في الباقي. انا بس بذكركم يعني. بس طبعا عشان الامر ده يشتغل لازم اجي تحت هنا، في تحت هنا اختيار بفتحه الاقي فيه ثلاث اجابات. أول إجابة بتقول إيه؟ 1A
وان ستوري. لو انا اخترت الاجابه دي معنى ايه؟ اللي اتعمل في ال15 اتعمل فيه بس. طيب ولو انا قلت اول، اخترت اول ستوريز، يبقى معناها مش فارق معايا 15 ولا 16، اقف على اي دور يعمل في كل الايه الادوار. ولو انا اخترت الثالثه اللي هي سيميلر، ده معناه بقى ان انا لازم اقف على الماستر، ولو رسمت بلاطه تترسم في الايه، في البلاطات اللي هي سيميلر لمين، للايه، لل15. فانا اغير الاختيار لسيميلر ستوريز. وبعدين عندي بقى ايه يعني حلين للرسم. اما ان انا اروح للقائمه درو وانا عاوز ارسم اريا، عاوز ارسم ايه اريا، فطبعا قبل الاريا في ايه، في لاين، وقبل اللاين في بوينت، وديت الكيانات بوينت وبعدين لاين وبعدين اريا، لكن مفيش ايه، مفيش فوليوم، مفيش ايه فوليوم، فاخرنا الاريا. فانا وقت هرسم البلاطات فاروح للاريا، فانا لما رحت للاريا طلع لي ايه كذا امكانيه. اول امكانيه ممكن ارسم منها المساحات اللي شكلها مش منتظم، اللي سيكشن مثلا، حتى هو رسم الشكل اللي جنب الامر شكل كده ايه مكسر يعني. لكن لو انا نزلت على الامر اللي تحتيه ده مش هينفع غير للاشكال اللي زواياها ايه يعني رباعي وزوايا قائمه، يعني مستطيل او مربع. اللي تحتيه ان انا ممكن ايه اقف في السنتر يقوم رسم الشكل، يعني اقف في السنتر في نقطه يقوم رسم الايه المربع من مركز المربع، او يرسم الدايره من مركز الدايره. ده الثلاثه دول لو انا شغال فين، شغال في البلان، لو انا برسم مساحات في المستوى الافقي. اللي بعديه لو انا برسم مساحه في المستوى الايه الراسي، زي المين، زي الوول وكده. فانا طبعا هختار واحد من الثلاثه الايه اللي فوق. لو انت رحت على الشمال هنا هتلاقي نفس الايه، نفس الايكونز او الرسومات موجوده، كانه بيقول لك يعني اسرع ان انت ممكن ايه ترسم منين، من انك باستخدام الايكونز اللي على الشمال، بدل ما تروح للقائمه درو وبعدين تنزل من الدرو على الاريا وبعدين تختار من الاريا مثلا ده، لا كان ممكن مره واحده من طريق الايكونز اللي على الشمال توصل لنفس النتيجه. طيب اول ما بس بنفذ الامر بيطلع لي ايه شاشه فيها بوكس، والبوكس ده فيه بيانات. فاول سطر او اول اختيار بيسالني على الحاجه اللي انا هنفذها. فانا لو تفتكروا احنا دلوقتي بصدد ان احنا نعمل بلاطه، وكنا مسمينها اس كام، اس 300. فانا هخش في الاختيارات واخد اس ايه، اس 300، بحيث اللي هيترسم دلوقتي ياخد الخواص بتاعه الاس ايه، بتاعه الاس 300، اللي هو السيكنس 300 والموديفايرز اللي هي ربع 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 وهكذا. ده الاختيار. فانا هعمل ايه بقى لما غيرت، تلاقي الكرسر شكله اتغير، السهم شكله اتغير. الشكل الجديد ده معناه ان انا في المود بتاع الرسم، انا في المود بتاع الرسم، شكل الكرسر اتغير ومعناه بيقول ان انا في المود بتاع الرسم. فاعمل ايه، اروح اقف على الكورنر اللي فوق دوت، لان البلاطه انا هرسم البلاطه باربعه كورنرز، فهقف على الكورنر اللي فوق واضغط ضغطه واحده واشيل ايدي، خلاص هو مسك الكورنر. ابدا اروح فين، للكورنر اللي بعديه، وبعدين ايه الثالث، وبعدين الرابع، اطلع تاني فوق واعمل دبل كليك. دبل كليك، دبل كليك، هو دلوقتي رسم البلاطه، بس مازال السهم شكله ما اتغيرش. ده معناه ان انا لسه في مود الرسم، يعني اقدر ارسم مساحات تانية، اقدر ارسم مساحات تانية. طب عاوز اخرج من المود بتاع الرسم عشان اعمل حاجات اخرى، يا اما سكيب، يا اما اطلع فوق عند السهم اللي فوق واخرج من المود بتاع الدروينج للمود بتاع السيلكت، من مود لمود. فانا لو عملت سكيب خرج، ايه اللي حصل للسهم؟ شكله اتغير. ولو كنت ضغطت على السهم اللي فوق شكله اتغير. انا دلوقتي في مود تاني اسمه السيلكت مود،
ما اقدرش ارسم حاجه دلوقتي، لكن ممكن اعمل سيلكت الايه، اعمل سيلكت لاي شيء دلوقتي خلاص. عشان ارسم لازم ادخل المود، اخرج من المود يبقى في مود تاني اللي اسمه ايه، سيلكت. طبعا في معلومه مهمه جدا موجوده في معظم البرامج بتاعه الكمبيوتر، المعلومه دي بتقول ايه، سيلكت اند دو. دي فلسفه موجوده في معظم برامج الكمبيوتر، سيلكت اند دو. يعني لازم الاول تعمل سيلكت. طب انا عملت سيلكت، بعد كده اعمل ايه؟ دو. بقى دو تعمل ايه؟ يعني تحط لود، تحط سبورت، يعني انت اخترت حاجه. طب وبعد ما اخترتها عاوز تعمل عليها اجراء، خلصت يبقى الموضوع انتهى، ترجع تعمل سيلكت تاني لشيء تاني، بعدين تنفذ مهمه وهكذا. فالفلسفه كلها مبنيه على سيلكت اند ايه، اند دو. طب انا كده خلصت، بس للاسف انا مش شايف الايه، مش شايف البلاطات، هي فين البلاطات اللي اتعملت اصلا؟ فطبعا في اختيار موجود فوق ايقونه عليها علامه صح، مكتوب تحتها ست اللي هي الفيو اوبشنز يعني. فانا هدخل في الايقونه دهيت وهلاقي في اختيار اسمه ايه، اوبجكت فيل. انا عندي في الايتابس ثلاثه اوبجكتس اللي هم مين، البوينت اوبجكت واللاين اوبجكت والاريا ايه اوبجكت. فانا دلوقتي بعمل فيل. فيل يعني ايه؟ يعني عندي اوبجكت بس فاضي، فهلونه، هلونه بلون بحيث يبقى كانه ايه، مليان، يعني اتملى بلون يعني. فكلمه اوبجكت تعني يا بوينت يا لاين يا ايه يا اريا. بس طبعا تحت بيقول لي هنا ابلاي تو اول ويندوز، على اساس لو انا يعمل في الايه، في الويندو اليمين والويندو الايه الشمال، فبعدين هعمل ايه، هعمل اوكي. فهنا ظل للايه، ظل للبلاطات كلها، مع ان رسم بلاطه في سقف واحد الماستر، بس هو رسم البلاطات في كل لسقف، لان انا قايل له لسقف سيميلر للماستر، وانا مشغل تحت ايه الايقونه اللي هي بتاعت سيميلر ايه ستوريز وكده. انا كده خلصت الايه، خلصت الايه البلاطات. بس البلاطه ديت مش كده، لو انت رجعت للمساله هتلاقيها في رفرفه من كل ناحيه ايه، من كل ناحيه مترين، في رفرفه من كل ناحيه مترين. طيب اعمل ايه بقى؟ في كذا كذا طريقه يعني. من ضمن الطرق ان انا اول حاجه انا عاوز اعمل ايه في البلاطه دلوقتي، عاوز ارفرفها مترين من كل ناحيه. فالاول اعمل سيلكت، اعمل ايه سيلكت، هنمشي بقى بالمنطق. سيلكت، انا اخترت البلاطه، هقف على البلاطه واعمل كليك شمال كده، انا اخترت البلاطه، هتلاقي حط عليها دوتد لاين كده على المحيط، وكتب تحت، كتب تحت خالص ايه، اختار كام بلاطه، كام اختار كام بلاطه، 15، اختار ال 15. طيب هقوم انا رايح للاديت، اروح للاديت واروح لايه بقى، لامر اسمه ايه، اكسباند. اكسباند ده يعمل ايه؟ لو بالموجب يزود، لو بالسالب يصغر. فانا اروح للامر اكسباند، وانا الوحدات بتاعتي بالايه، بالمتر، فهختار كام، 2 متر. فايه اللي حصل، زود البلاطه من كل ناحيه 2 متر. بس في مشكله في الامر دوت، ان لازم الاكسبانشن يكون ثابت من الاربع نواحي. طب افرض في جارين مثلا، افرض في جارين وانا مش قادر ارفرف البلاطه من كل النواحي، او افرض الرفرفه متغيره، فكان ممكن اعمل الموضوع ده باسلوب تاني. ازاي؟ ان انا ممكن اقف على البوينت ديت والبوينت ديت بس، افرض الجنب ده ما فيش فيه رفرفه، فاختار البوينت برضه، عملت ايه؟ سيلكت. لازم تعمل سيلكت الاول، وبعدين اروح للاديت واعمل ايه؟ اروح للامر اللي هو ايه؟ موف. اختار الامر اللي هو موف. طيب انا عاوز ارجعهم في انهي اتجاه؟ اكس ولا واي ولا زد؟ في اتجاه اكس، بالسالب ولا بالموجب؟ بالسالب، لان انا همشي عكس الايه؟ الموجب. فانا اقوم كاتب سالب ايه؟ سالب 2، فاعمل سالب 2. ايه اللي حصل؟ يبقى انا اتخلصت من الرفرفه اللي فين؟ اللي في الاتجاه ده، كان في هنا جار. طب افرض في رفرفه في ناحيه ثانيه متر واحد مش مترين، يبقى اختار النقطتين واعمل موف ايه؟ 1 متر بس لتحت.
طب افرض هي ثلاثة مش اثنين، اختارهم واعمل موف ايه؟ موف واحد طبعا عشان الـ 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 الامر ده مش مظبوط، فانا هرجع اعمل ايه؟ هعمل اندو تاني علشان ارجع للايه؟ ارجع للوضع ايه الاصلي، فهعمل اندو كده. انا خلاص عملت ايه الرفرف. طيب خلصت انا البلاطات، ابدا ادخل مين؟ الاعمده، ادخل الاعمده، عاوزين الاعمده. فانا هبص في الرسم هلاقي الايقونه اللي مرسوم عليها حرف الاي. لو انا وقفت على الايقونه اللي مرسوم عليها الحرف الاي هتلاقي مكتوب كرييت كولمز، هي دي اللي عن طريقها بعمل الايه الاعمده. فانا هختار الايقونه وبعدين هروح هنا اختار السكشن. لو تفتكروا كان العمود كنا مسمينه ايه؟ كنا مسمينه للاسف في حاجه في الفيرجن، فطبعا هنضطر بقى ايه ننزل لغايه لما نوصل لمين؟ للعمود اللي هو ايه كلام 700 في 700. انا وصلت للعمود خلاص، لازم اختار الخاصيه المظبوطه، يعني ما ينفعش اسيب الكلام اللي مكتوب وارسم، لا لازم اختار المناسب. فانا اخترت الايه اللي هو ايه ال 700 في 700. طبعا الاعمده مربعه فمش فارقه معاها الايه الاتجاه. طب افرض العمود مستطيل 30 في متر، فهتلاقي في مكان تحت كاتب فيه ايه؟ كاتب فيه الانجل، كاتب فيه الزاويه. فلو الزاويه بصفر هيعملوا لك افقي، لو خليتها ب 90 يعمل العمود ايه؟ يغير اتجاهه، لو خليتها ب 45 حسب ما انت عاوز الزاويه. انا دلوقتي هروح اقف على الركن واعمل العمود. انا كده ضغطت على ركن واحد عمل العمود، بس عمل العمود في كام دور؟ في كل الايه؟ الادوار. طيب ممكن باسلوب تاني اقف كده واضغط واسحب، يبقى انا كده هعلم على كام عمود؟ على اربعه. فهي وسائل للرسم مش اكتر يعني. طبعا هنا في عمود وهنا عمود، انا سيان بقى يعني زي ما انت عاوز تمشي بالاسلوب اللي يريحك يعني. كده انا خلصت الاعمده كلها. طب افرض الاعمده دي قطعتها متغيره، كل ما القطاع يتغير ادخل هنا اختار الايه المقاس المناسب للعمود. طب افرض الاعمده بتتغير مع الارتفاع مش ثابته في كل الادوار، اعمل بقى ايه؟ كل خمس ادوار واحد ايه ماستر والاربعه ايه سيميلر، واللي بعديه ماستر وسيميلر، وبعدين اقف على الدور الماستر يقوم يرسم الاربعه اللي معاه، وبعدين اغير الايه اصغر القطاع واخد الخمسه اللي بعديهم وصغر القطاع، كأننا بصغر بقص الايه الاعمده، بقص الاعمده. في طبعا طرق تانية يعني، ممكن ارسم كل قطاع واحد وبعد شويه هنشوف ازاي نقف على عمود ونغير الايه نغير القطاع بتاعه. انا كده رسمت الاعمده. انا ما زلت في المود بتاع ايه بتاع الرسم. طب عاوز اخرج من المود بتاع الرسم، اروح على السهم اللي فوق ده واضغط عليه كده خلاص اتحولت من المود بتاع الرسم للمود بتاع الايه السلكت. الوقت جاهز ان انا اختار اي شيء لكن ما اعرفش ارسم دلوقتي. طيب عاوز ارسم بقى الشير وولز، عاوز ارسم الشير وولز لان ده اللي ايه ده اللي ناقص في المساله الشير وولز. فانا لو بصيت هلاقي اول امر بعد البلاطات هتلاقي فيه جزء كده افقي كانه رسم لك شير وول في المستوى الافقي، يعني رسم المسقط بتاعها. ولما بتقف طبعا بيبقى كاتب لك ايه درو وولز بين قوسين في البلان، يعني ده الامر اللي ارسم بيه الوولز لو انا واقف على البلان، لان ممكن ارسم الوول وانا واقف فين؟ وانا في الاليفيجن برضو، يعني سيان في البلان في الاليفيجن. فانا هختار الامر. طبعا لما بختار الامر لازم اروح اتاكد ان الخاصيه اللي قدامي دي تناسب الوول، لان ممكن يبقى الوولز لها ايه مقاسات مختلفه. فطبعا هنا كاتب ايه؟ كاتب W300 اللي هو الايه الوولز اللي احنا مدخلينها، بس اول خانه كاتب بير، كاتب ايه بير. ولو فتحت الخانه ديت هتلاقي فيها حاجتين، فيها بير وسباندرل. ايه موضوع بقى البير والسباندرل؟ لو انا عندي شير وول، شير وول وبعدين الشير وول دي ممسوكه مع الشير وول الثانيه، كل دور كده بكاميرا افقيه وده باب او شباك.
فطبعا انا لو هشرت يبقى ده المبنكة وده الشباك وده الشير وول تاني. يعني كأن بالضبط في البلان عندي شير وول بلانر يعني مستطيلة وشير وول تانية بلانر يعني مستطيل تاني، وانا قمت جاي ماسكهم بايه؟ بلينك بيم. فلو بصيت في الاليفيجن هتلاقي كأنهم وول كبيرة وفيها ايه؟ اوبننجز او اتنين ومربوطين كل شوية بايه؟ كل دور بكاميرا. الاتنين شير وول دول مع بعض بيسموهم ايه؟ كابلت شير وولز. كابلد يعني زوج، كان كل واحد لحاله اتربطهم فبقى ايه؟ بقى فيه ازدواج، بقى فيه زوج، فيقال عليهم في الوضع الجديد كابلد. كابلد ايه؟ اتمسكوا مع بعض. واللينك بيم ديت بنفس المسمى بنقول عليها ايه؟ كابلينج بيم او لينك بيم، او بقى المسمى اللي جوه الاتابس بيسميها سباندرال، ويسمي الجزء الفيرتيكال ده بيسميه بير. يبقى الجزء الرأسي من الحائط اسمه بير، والجزء الافقي اللي هو اللينك بيم او الكابلينج بيم هيسميه سباندرال. فاحنا دلوقتي بنرسم ايه؟ بنرسم الجزء الرأسي، وبعد شويه هنوصل بينهم بالكاميرا اللي هي ايه 30 في كام في 70، فيبقى الاختيار اللي هو بير هو الصح دلوقتي، صح؟ يبقى هنسيبها على بير. هاجي اعمل ايه؟ هاجي اقف في الركن ده واضغط ضغطه، واروح للركن اللي بعديه ضغطه، وهنا ضغطه. طب انا وصلت للاخر اعمل ايه؟ دبل كليك. دبل كليك كده خرج رسم ثلاث جناب، رسم حرف سي. بس انا ما زلت في المود بتاع الايه؟ بتاع الرسم. ليه؟ السهم قدامي اهو، اقوم اروح فين؟ اكمل الايه؟ وفي النهايه خالص لازم اعمل ايه؟ دبل كليك عشان اخرج من الرسمه دي، لان لو ما عملتش دبل كليك هيكمل. لكن هي كده خلصت، انا كده خلصت الايه؟ الشير وولز. خلصت الشير وولز كده خلاص. فطبعا قد ايه الامور اسهل في الاتابس من السائق. يعني خلاص كده انا خلصت الشير وولز، باقي ايه بقى؟ ان انا اوصل ما بين الشير وولز بمين؟ بالكاميرا الافقيه اللي هي السباندرال. بس الكاميرا الافقيه ديت اللي هي السباندرال، انا ده بلانر شير وول، وديت بلانر شير وول، كل واحده كانت في حالها. بس انا لما جيت احل المساله واحسب الدريفت فلقيت الدريفت عالي، السواي كبير، عاوز اقلله. فانا قدامي ان انا ازود الانرشيا، فواحد قال لي لا، طب بدل ما تزود الانرشيا طب ما تربط دول مع بعض بكاميرا قويه، يبقى الاثنين هيشتغلوا مع بعض احسن، وجرب يمكن المشكله تتحل قبل ما تقعد تزود القطاعات وتصرف. ده كاميرا صغيره في كل دول. بس الكاميرا ديت اللي انا بقول عليها سباندرال، انا قدامي طريقين لتمثيلها، اما ان انا امثلها بلاين او امثلها باريا. لو انا مثلتها بلاين تبقى فريم اليمنت، تبقى فريم ايه؟ اليمنت. لو انا مثلتها باريا تبقى كانها وول اليمنت او اريا اليمنت. فلو انا مثلتها باريا يبقى هضطر ارسم الاريا، هضطر ارسم الاريا. ولو مثلتها بلاين فالموضوع بسيط جدا، وانا مدخل لو تفتكروا مدخل بيم قطعها بي 300 في كام؟ 300 في 700، 300 في 700. فاحنا دلوقتي هنختار الاختيار دوت، هنختار الاختيار بتاع اللاين. طب ليه بقى الايتابس سمى ده بير وسمى ده سباندرال؟ لما بتسمي جزء في الحائط بير فالإتابس بيطلع لك النتائج عند التوب والبوتوم. يبقى لما تسمي الاريا الفيرتيكال بير يبقى الإتابس هيطلع النتائج عند التوب والبوتوم،
وده اللي يهمني في الحائط، يهمني في الحائط النتائج تطلع التوب والبوتوم وانا ماشي كده. وطبعا النتائج بتقل كل ما تطلع لفين؟ لفوق. طب في الاسباندرال ليه البرنامج سمى الجزء الافقي اسباندرال؟ عشان الجزء الافقي ده بيشتغل زي البيم، ولذلك انا قلت عليه كابلينج بيم، بيم افقي. فانا في البيمز هحتاج النتائج ليفت ورايت عشان تطلع لي مومنت وشير ومومنت وشير. ما ينفعش في البيم تطلع لي النتائج عند التوب والبوتوم، وكذلك في الحائط مش هينفع تطلع لي النتائج عند الليفت والرايت. طيب انا بقى عاوز النتائج لواحد من دول، توب وليفت وبوتوم ورايت، اعمل ايه؟ اسميه مرتين، اسميه مره سبندرل واسميه مره ايه؟ بير. يقوم يطلع لي مره النتائج ليفت ورايت ومره النتائج ايه؟ توب وبوتوم. طيب افرض انا واخد البيم ده وان اليمنت، اليمنت واحد، يبقى النتائج هتطلع في الليفت وفي الرايت. طب افرض انا عاوز النتائج في النص، مش هيطلعها، اعمل ايه؟ اقوم قاسم الباكيه ديت جزئين، تو اليمنتس، يقوم البرنامج يطلع لكل اليمنت ليفت وايه ورايت. يبقى هيطلع في المكان ده مره ليفت ومره ايه رايت، فيطلع لي النتائج فين؟ يطلع لي ايه؟ النتائج في النص. فانا طبعا في المساله هعمل البيم اللي واصله ما بين الحوائط كفريم اليمنت، كلاين، مش كايه، مش كاريا، وبالتالي هيدخل مين؟ السنتر، ايه السنتر لاين. فانا طبعا هروح اختار الامر اللي بيرسم خط، فاول لاين فوق هتلاقي مكتوب عليه ايه؟ درو لاينز، وبين قوسين الامر ده يرسم الخط. بص تاني كده، بين قوسين مكتوب ايه؟ لو انت في البلان يرسم لك خط، لو انت في الاليفيجن ممكن يستخدم الامر ده برضو، ولو انت في الثري دي ايضا ممكن اجي اوصل بالنقطتين يرسم لي ايه؟ يرسم لي خط. لكن انا طبعا هرسم فين؟ هرسم في البلان. طيب هو جاب لي الديالوج بوكس دوت، كاتب لي ان التايب فريم طالما هو خط يبقى اسمه فريم اليمنت، بس ممكن الخط ده يبقى راسي او افقي او ايه او مايل. السطر الثاني القطاع بقى، لازم اجيب مين؟ لازم انزل اجيب القطاع. فانا همشي لغايه حرف البي لغايه القطاع اللي هو كام؟ 300 في كام؟ 300 في 700. طبعا انا هاجي اوصل النقطه الشمال باليمين كده دبل كليك عشان يبقى انا خلصت من اللاين ده. بس انت لو بصيت كده في ال 3 دي هتلاقي اترسم كام لاين؟ 15 لاين. ليه؟ عشان في ماستر وفي سيميلر، وانت تحت اصلا كاتب ايه؟ مشغل الوظيفه بتاعت السيميلر اي 2. هروح طبعا تحت وارسم الايه؟ ايه؟ البيم الايه؟ الثاني. كده خلصت المساله. كده ال 15 دور بالنسبه لي خلصوا، باقي ان انا احط الاحمال والسبورتس، باقي ان انا يعني 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 انا كده رسمت المساله خلاص خلصتها. فواضح قد ايه الامور سهله وسريعه وبسيطه. وطبعا لما المنشا بيبقى عدد الادوار بتاعته كتير 30 40 50، فبيبقى في صفه لازم تتحقق في المنشا اللي هي ايه؟ ان يبقى في ادوار كتير تيبيكال، تبقى شبه بعضيها، فيها تكرار، فده بيبقى مناسب للتنفيذ ومناسب كمان للإتابس، ان انت في ثانية بتعمل 30 40 دور من خلال ايه؟ بلان واحد. يعني انا كده خلصت مثلا منشأ 15 ايه؟ 15 دور، باقي بس ايه؟ ان انا اكمل احمال وكده. بس تسأل عن حاجة؟ انا بس هخرج الاول بقى دلوقتي من المود بتاع الايه؟ من المود بتاع الايه؟ الرسم، واصبحت انا دلوقتي في المود بتاع السيلكت. نعم. لو انا عاوز ارسم البيم كسباندرال بيم بقى، يعني كاريا، هعمل ايه؟ هي مكانها فين؟ على انه محور في البلان؟ على المحور كام وكام؟ 2 و3. هقوم انا هنا واقف على البلان 15، لا هقوم اروح للاليفيجن واجي ارسم الاليفيجن رقم كام؟ 2، صح؟ واقوم عامل ايه؟ اوكي.
ايه اللي باين هنا في الاليفيجن؟ طبعا العدسه دي بتكبر، انا هكبر بس الجزء ده. انا لما وقفت عند الاليفيجن ده اللي هو باين هنا ده، صح، ده الاليفيجن اللي عند المحور 2، وهو مسميه الاليفيجن 2. جاب لي ايه؟ هيجيب لي كانه واحد بيرسم واقف في مكان وهيعمل اليفيجن ويرسم كل ما هو موجود. فايه اللي موجود في المكان ده؟ هيبقى في عمود في الاطراف، عمودين في الاطراف، صح. انا هصغر تاني اهوت، ادي عمود، ادي عمود، وادي عمود، صح، لاين ولاين. وطبعا انا مرفرف مترين ومرفرف مترين، مظبوط كده. وفي النص في ايه بقى؟ في النص في ايه؟ انو جناح للشيرول، القصير ولا الطويل؟ القصير، اللي هو قيمته كام؟ 3 متر. ولو عاوز تعرف، لو انت وقفت هنا هتلاقي الاحداثي اكس بكام تحت؟ ب 8. ولو وقفت هنا هتلاقي بقى كام؟ 11. دوت الايه؟ المسافه بتاعه الجناح اللي هو الصغير اللي هو 3 متر. طيب انا شايف ايه كمان في الرسم؟ شايف الايه؟ اللينك بيم، بس عباره عن ايه؟ لاين. طيب انا عاوز ارسمها اريا. طب عشان ارسم الاريا محتاج كم نقطة؟ 4. عندي منهم كام؟ 2. يبقى محتاج كم نقطة؟ ارسم كمان نقطتين. اروح للدرو، ما انا بفكر، انا مش لازم اكون عارف، لا بفكر. اروح للدرو ارسم ايه؟ اختار ايه من الدرو؟ اختار درو ايه بقى؟ فين درو بوينتس؟ درو بوينت، صح؟ طيب لما انا اخترت الامر بتاع الدرو بوينتس جاب لي بوكس، فبيقول لي ايه؟ الاوفست. لو انا وقفت كده الكرسر اختار الركن دوت، صح؟ بس الاوفست بكام؟ بصفر، يبقى هيرسم النقطه في المكان دوت. طب لو انا عاوز ارسمها لتحت ناقص 7/10، بالسالب ولا بالموجب؟ لان انا هنزل لتحت، انما البوزيتيف بتاع الزد فين؟ طيب السبعه من عشره ديت في واي ولا في اكس؟ في زد، صح؟ طبعا هنا هو كاتب ايه؟ طب كاتب واي واكس، صح؟ طب طب في طريقه ثانيه؟ طيب نتخيل الامر ده مش نافع معايا، هيمشي زد واكس. طب عاوز احل المشكله، اختار النقطه ديت، صح، والنقطه دي، اختار نقطتين. ما هو كل حاجه لها كذا من ايه، يعني كذا من وسيله توصلك ليها. في اوامر ما ينفعش تعملها غير في البلان، وفي اوامر ما ينفعش تعملها غير في الاليفيجن وكده يعني. فافرض انا مش قادر، او لقيت اكس وواي وانا عاوز اغير في زد، هختار النقطتين واروح لايديت واروح لايه اللي هو ريبليكيت. ريبليكيت برضو اكس وواي، هو كان ممكن تمشي طبعا في طريقه ثالثه برضو، يعني كل حاجه لها بس انا بس يمكن ما جربتش الموضوع ده قبل كده. فنجرب مثلا، لان احنا دلوقتي اكس وواي مش هينفع، في امر اسمه كلير. طبعا لما بختار حاجه عاوز اخرج منها فبعمل كلير. في حاجه في الايديت، في حاجه في الايديت اقرا كده، ايديت ريفرنس ايه؟ بلينز، وتحتها ايديت ايه؟ ريفرنس لاينز. فانا ممكن ارسم لاين فيرتيكال في اي مكان ويبقى بالنسبه لي ريفرنس اشتغل عليه، وممكن ارسم برضو مستوى في اي مكان واشتغل ايه عليه. فلو انا رحت لإيديت ريفرنس لينز مثلا، هنا بدا يديني ايه؟ زد. لو انا اديت له قيمه للزد هيرسم لي مستوى افقي عند الزد اللي انا عاوزه، فبالتالي هيعمل لي كام نقطه؟ كمان نقطتين. فأقوم أنا عامل سطح يوصل بين كام؟
طبعا كان في كذا طريقه، يعني انا ممكن لو انا ضغطت على الامر دوت، ضغطت على الامر دوت ان انا هرسم مستطيل، بس المستطيل ده زواياه قايمه. طيب هو قال لي الخاصيه بتاعتك ده 300، قلت له ماشي. طيب بيقول لي بقى الابعاد بتاعته كام في كام، فانا ممكن اديله ايه، اديله ابعاد مثلا، او انا لو وقفت على الركن كده ومشيت كده، بس انا محتاج ايه، محتاج الدايمنشنز وكده، فانا كان ممكن اديله الدايمنشنز هنا، وكان ممكن امشي بالاسلوب دوت. واخد بالك انا كده رسمت ايه، رسمت اريا، واضح؟ فالعمليه في اسلوب تاني، في اسلوب تاني ان انا اسد دي خالص، اسد دي خالص، وبعدين ارسم اوبننج، يعني اروح للامر اللي بيرسم اريا، وبدل ما اختار، يعني بدل ما اختار اختار نون، لا يعني اكسباند ده هيبقى مش هيمشي. انا ممكن اعمل اريا تانية اللي هي نون، يعني في كذا اسلوب، بس انا كنت عاوز اجرب. انا هعمل اندو طبعا. في بقى احسن من ده كله، ان في امكانيه اصلا في الايتابس انه يعمل لك الحيطه وجواها الاوبننج، يعني جواها ويندو، يعني ارسمها كلها مسدوده، وفي امكانيه في الايتابس ان انا اعمل ويندو داخل الايه، داخل الحائط. فاحنا نحاول بس عشان ايه، يعني انا قلت كذا اسلوب، انت اقعد مع نفسك كده جرب، وانا بس عشان ما اضيعش وقت برضو هجرب، وبعدين اقول لك المره اللي جايه الايه الحل ايه وكده. يعني ايه اخبار الوقت بالنسبه لنا؟ ايه طيب، انا كده خرجت خالص، انا عملت اندو عشان ما اغيرش. انا هنزل تحت للبيس، هجيب البلان واروح للبيس. ايه اللي ظهر في البيس تحت عند الاساسات؟ ايه اللي ظهر؟ هل في اس اوف؟ اللي ظهر ايه؟ بوينتس. اللي هي ايه البوينتس ديت؟ كم عمود؟ 1 2 3 4 12 عمود، بس كل حيطه ظهر لها كام نقطه؟ يمكن دي اخر حته نقولها، تاخد وقت صغير كده وبعدين نقفل. يعني ظهر كم بوينت للحيطه؟ 4. ليه؟ لان انا وانا برسم الحيطه رسمتها باربع ايه، يعني ضغطت على اربع ايه، على اربع نقط. طيب لو انا بصيت كده في الاليفيجن، هجيب الاليفيجن رقم 1، هو عمل ايه تحت من نفسه كده عند البيس؟ عمل ايه؟ عمل هنج. يبقى المنشأ ده بالنسبة له فري فوق وهنجد ايه؟ هنجد تحت. لكن انا مش عاوزه هنج، عاوزه فيكسد، عاوزه ايه؟ فيكسد. فانا هعمل ايه؟ اروح اجيب البلان تاني وانزل على انه بلان، على البيس، ده البيس، وهاجي بقى على الامكانية بتاعت السيميلر وكده، واخليها بقى ايه، وان ستوري بقى خلاص، مش محتاجه عشان ما يحصلش لخبطه. طب انا عاوز النقط دي كلها احولها لفيكسد، اعمل ايه الاول؟ ايه بقى احنا قلنا الفلسفه؟ سيلكت. سيلكت ازاي؟ ممكن كده 1 2 3 4. طبعا عمليه صعبه، لا انا مش عاوز كده، انا هعمل كلير، ده الامر بتاع كلير. لا انا هاجي اعمل ويندو كده، يقوم يختار كل الايه، كل النقط. انا اخترت النقط كلها، عاوز اعملها فيكسد. فبص كده في ايقونه هنا، دي مكتوب عليها ايه؟ الصين ريسترينت. ريسترينت يعني ايه؟ تمسك بين قوسين، كتب ايه؟ كتب سبورتس. انا عندي اصلا كم حركه ان جنرال؟ 6. لو انا اخترت النقطه دي يبقى البيس بقت فري، صح؟ ولا حركه ممسوكه، شال الستة.
لو انا اخترت رولر ماشي هنج ماشي، طب لو انا اخترت فيكسد يبقى عمل ريستريننج للست حركات، منع الست حركات، ثلاثة ترانسليشن وثلاثة ايه روتيشن، يبقى كل نقطة عندها كام رياكشن؟ ستة، ثلاثة فورسز وثلاثة ايه وثلاثة مومنتس. ودوم لما نخلص خالص هنقلبهم ونوديهم فين؟ نوديهم السيف عشان نحل الاساسات، بس لما يروحوا هيتعكسوا، بدل ما هو رياكشن هيتعكس بس، ماشي؟ فانا حولت الاساسات كلها او البيز كله لفيكسد. اوكي، طب انا عاوز اشوف ايه اللي حصل. طب ما اروح تاني كده للاليفيجن وشوف ايه اللي اتغير عن المره اللي فاتت، ايه شكل السبورت حصل له ايه؟ اتغير، بدل ما كان مثلث بقى ايه؟ انديكيشن كده للايه؟ للفيكسد. ده انديكيتور للايه؟ للفيكسيشن. لكن انا ما زال عندي هنا مشكله، انا هجيب البيس تاني. ايه هي المشكله؟ ان الحائط هيودي الرياكشنز بتاعته على كام بوينت؟ على اربعه. فده هيبقى ايه؟ هيبقى متعب جدا للاساسات، متعب جدا للاساسات. طيب ما ده الحائط، انا هودي الرياكشنز للاساسات عند اربع نقط، بس كل رياكشن من دول عدده كام؟ النمبر يساوي كام؟ ستة. ست قوى، ست رياكشنز، بس متركزين فين؟ على اربع بوينتس، فهتطلع القيم ايه؟ كبيره. لكن الواقع مش كده، الواقع ان ده كله بالنسبه لي سبورت، الارتكاز مش على بوينت، الارتكاز على لاين. فالمفروض كان اودي الرياكشنز متوزعه على 3 ف8 ف3، فلما تروح متوزعه تبقى خفيفه عن ان هي تروح ايه متركزه. فممكن ده يعمل لي مشكله في تصميم الاساسات، ممكن يعمل لي مشكله ما اقدرش احلها في ايه؟ في تصميم الاساسات. طب الحل ايه؟ ان انا اكتر ايه؟ اكتر الرياكشنز. لو اقدر اخليهم 1000 احسن من 100، احسن من 10، احسن من 4. طيب اعمل ايه عشان احل المشكله ديت؟ ان انا عندي وول على شكل حرف L، اعمل ايه؟ اقوم اقطع الوول دي لثلاثه، والوول دي لثلاثه، ودي كام؟ 8. يعني كل ايه؟ كل متر، يعني 3 في 1 و8 في 1 و3 في 1. ده كده بقى عندي كام رياكشن؟ بقى عندي عدد اكتر، فالوضع هيبقى احسن مع مين؟ مع الاساسات. انا كان ممكن اقرب لك المساله دي بمساله تانية. لو عندي كانتليفر كده فيكسد فري وعليه حمل هنا، اولا المساله دي ايه؟ بليت ولا ممبرين ولا شيل؟ ممبرين، صح؟ ليه؟ الاحمال في مستوى المساله. طيب لو انا جيت واحد قال انا هحل المساله ديت هقسمها تو اليمنتس، ده اليمنت واحد وده اليمنت اتنين، فبقى عندي كام نقطه؟ كام ركن؟ أربعة. أنا في الفاينايت إليمنت ما أقدرش أتعامل غير مع النودز، مع الأركان. لا أقدر أحط حمل ولا أقدر أحط رياكشن أو سبورت غير عندي النود. فعندي كام نود هنا؟ اتنين. فأحط هنا هنج وهنا هنج. طيب هفترض أصلا من البداية إن المسألة دي كمان الحمل بتاعها كان كده. طبعا ما اتغيرتش، ما زالت ممبرين، بس عندي كام نود هنا اقدر احط عندهم الحمل؟ اتنين. بحط الحمل ده هنا وده هنا. لو ده كده الصمشن بتاعه 1000، لو انت ركزته 1000، فتحط هنا كام؟ 500، وهنا كام؟ 500. هل المساله ديت هي المساله دي؟ لا طبعا. طب ايه الفرق بين المساله دي وان انا من الاول خالص جايب لك مساله كده بقول لك حل المساله ايه وحل المسألة بي، وكانت المسألة ديت 500 و500 ودي هنج
وديت هنج، وبقول لك حل المسألتين دول بالبرنامج. ينفع دي يبقى الموديل بتاعها ده؟ طب ايه الفرق بين دي وبين دي؟ ما ينفعش. طيب عشان يبقى حلي مظبوط ويبقى الحمل ده متوزع ويبقى السبورت ايضا متوزع، يبقى انت كده بتمثل الحقيقه. او ما يقول لك ايه، طيب ما تكتر العناصر، يعني قسم عناصر اكتر مثلا كده، مثلثات، مربعات، اي حاجه زي ما انت عاوز. المهم ديت الاليمنتس. يبقى عندي هنا كام نود؟ كام نود دلوقتي؟ طب لما احط هنا احط كام هنج؟ احط كام هنج؟ 5. وهنا احط كام نود؟ طب لو زودت كمان، كل ما زود اقرب من مين؟ اقرب من دوت. فنفس القصه، ما ينفعش اودي الحيطه 4 نقط لبرنامج السيف، هيأثر على نتائج الحائط وعلى نتائج الاساسات. فكان لازم اعمل ايه في الحيطه؟ اقسمها، اقسم الايه؟ الحيطه. فانا هقسمها، والمره الجايه عشان الوقت طبعا هشرح جزء مرتبط بالموضوع ده. فانا هعمل ايه؟ انا عاوز اقسم الحيطه. طيب ما تجيب لي الحيطه قدامي، انا عاوز اعمل سيلكت، مش عارف اختارها هي فين. فانا ممكن ارسم الاليفيجن مثلا، اقوم جاي راسم الاليفيجن رقم، احنا في الاليفيجن 2 صح؟ الاليفيجن رقم 2. كده الحيطه بقت قدامي. انا عاوز اقسم الحيطه ديت لكم حته؟ 3، عشان ازود عدد الايه؟ السبورتس. ولو بقوا 5 احسن، 6 احسن، بس احنا برضه ما ينفعش نوسع العمليه، يعني هنضيع مجهود ووقت، وممكن المكان ما يكفيش. فاحنا برضه نخلينا معقولين، يعني لا ما نحبكهاش قوي، ما نصغرش قوي وما نكبرش قوي. انا دلوقتي عاوز اختار الجناح اللي على اليسار دوت عشان اقسمه 3 قطع. طب اختاره ازاي؟ انا بس منه يعني اكبره شويه. ممكن اختاره كده، اقول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ده اسلوب للاختيار. خلاص اخترتهم، ولاقي تحت مكتوب 15، تم اختيار 15 اريا. اروح لمين؟ للاديت. واروح للاديت، واروح لحاجه اسمها مش اريا. ما ينفعش اروح لحاجه اسمها مش لاين، لان انا مختار ايه؟ اريا. فلازم اروح للمش اريا. بس الاريا ديت اوبجكت. عارف يعني ايه اوبجكت؟ يعني شكل هندسي، شكل هندسي. دول كام اريا دلوقتي؟ 15. كل واحدة فيهم لها كم ركن؟ 4. وكل واحدة لها كم ايدج؟ 4. يبقى عندي 15 اوبجكت، 15 شكل هندسي، 15 شيء. فاروح للمش اريا. واضح جنب المش اريا في ايقونة متقسمة كده، المربع متقسم لايه؟ لاربعة. فبيقول لي ايه؟ انا هنا هقسم الشكل الرباعي على الثلاثي، يعني عاوز يقول لي ان الامر ده ينفع لتقسيم المثلث اللي له 3 اركان والشكل الرباعي. هتقسمه كام في كام؟ هتقسم الاريا الواحده من ال 15 كام في كام؟ يبقى 3 افقي واسيب الراس زي ما هو. والمره الجايه تسالني ليه ما قسمناش في الاتجاه الراسي؟ ليه انا بقسم في الافقي؟ عشان عاوز ركيزه. لكن انا مش عاوز اقسم في الراسي لان مش هستفيد منه حاجه دلوقتي، لكن بعد شويه مش هينفع يبقى العنصر او الاوبجكت رفيع وطويل. غلط، لكن انا هشوف له حل تاني بس مش المره دي. فانا عاوز اقسم في الاتجاه الايه؟ الافقي. فانا مش عارف اقول 3 في 1 ولا 1 في 3. اجرب اكتب 3 في اليمين وواحد في الشمال. والله لو طلع انه قسم لي العكس، اعمل اندو واختار تاني واعكس الـ3 مكان الايه؟ مكان الوقت. فقال ايه؟ فاعمل ايه؟ اوكي. طلعت مظبوط. عمل ايه؟ دول بقوا كام اوبجكت دلوقتي؟ بعد ما كانوا 15 بقوا كام؟ 45. ايه اللي حصل للبوينتس للاركان؟ زادت. ايه اللي حصل للحروف الايدجز؟ زادت. ده معناه ايه؟
معناه ان انت يعني مليت فراغات كتيره وبقى عندك بوينتس كتيره ولاينز كتيره ومساحات كتيره. انت زحمت الدنيا بس انا مضطر، فعشان انا بزحم فما ينفعش اقسم في الاتجاه الرأسي، والا العمليه بقى ايه؟ هتتزحم اكتر. فانا بس طب ايه اللي حصل تحت دلوقتي؟ ايه اللي حصل تحت لما انا عملت كده؟ ايه اللي حصل؟ زود عدد الركايز بس حط هنج ولا فيكسد؟ هنج، يبقى هضطر بعد كده اعمل سيلكت تاني للبيس واحولها لفيكسد. او كان من شويه ما كانش لازم ان انا اعمل سيلكت، كنت استنى للايه؟ للاخر. طيب انا عاوز بقى اكمل، انا دي هننهي بيها، عاوز اختار الجناح التاني ده عشان اعمله روخر. طب اختاره ازاي؟ ممكن اختاره بطريقه تانيه، اروح اعمل سيلكت واخد الامر ده اللي هو ايه؟ انترسكتنج لاين، يعني هقسم بس عن طريق ان انا اعلم عليهم بخط كلهم كده. فانا هختار الامر دوت اسهل شويه، واجي اقف كده في منتصف المسافه وانزل كده كان كل اريا الخط المنقط ده هيعدي عليها هيتم اختيارها. يبقى انا عملت سيلكت بس باسلوب ايه؟ اسهل شويه. فهو اختار برضو كام؟ 15. فاروح للايديت للمش اريا، هلاقي الامر ما زال على 3 في 1، اعمل اوكي خلصت. اروح للايه؟ للجناحين التانيين، فاروح اليفيجن بسرعه كده واختار رقم كام؟ رقم 3. فاداني اللي بعديهم، اروح برضو للامر سيلكت واختار بقى الحل السهل ده كده، واروح للايديت وبعدين مش اريا برضو 3 في 1 واكرر تاني، اخترت المجموعه وبعدين ايديت مش اريا اوكي. باقي بقى مين؟ لو انا عاوز مش فاكر اروح في الشاشه اللي على اليمين وارسم البلان رقم 15 مثلا واشوف فين المحور اللي عليه ده، المحور اللي هو رقم كام؟ بي، وبعد بي سي دي اي، يبقى بي واي. اروح اعمل اليفيجن واختار الاكس بي، هلاقي طبعا الجناح الكبير للحائط، مش مشكله ان انا اشتغل في الشاشه الثانيه، واعمل سيلكت، طبعا الوضع اسهل شويه لان الحجم كبر، واعمل اديت مش اريا واغير من 3 في 1 اخليها كام؟ 8 في ايه؟ 8 في 1 اوكي. وبعدين واضح طبعا الرياكشنز زادت، اروح للاليفيجن واختار الاي هيجيب لي الجزء الثاني، اعمل سيلكت، واضح تكرار يعني الموضوع بسيط. وبعدين اديت مش اريا وبعدين 8 في 1 ايضا. خلاص كده انا خلصت. ارجع بقى اروح للبلان واروح للبيس. ايه اللي حصل بقى في البيس؟ ايه اللي حصل للبوينتس اللي تحت الحوايط؟ طبعا الاعمده مفيش فيها حيله لان العمود لاين واللاين هيديني بوينت في البلان، فمش هقدر اعمل للعمود اكتر من 1 بوينت، لكن الحائط اصبح العدد ايه؟ اكتر. طب انا عاوز احولهم لفيكسد، لازم اختار الكل ولا ممكن اختار دول بس؟ مش فارقه، ولو اخترت الكل برضو ايه؟ برضو مش فارق. واروح للايه؟ للسبورت واختار ايه؟ فيكسد. طبعا انا لو رسمت الاليفيجن مره ثانيه هتلاقي كل السبورتس اتحولت لايه؟ لفيكسد. واضح؟ المره اللي جايه بس هيبقى سؤال هتسالوه، ايه الفرق بين الاوبجكت والاليمنت؟ معلش نسجل السؤال عشان ما ننساش الفرق بين الاوبجكت والاليمنت. احنا كده يعني هنعتبر كده كفايه، ف نكمل المره اللي جايه، ولو حد عنده سؤال بقى يستنى يسال السؤال.